الانتحار ظاهرة خطيرة وأرقام مرعبة. في العام الماضي انتحر نحو 800,000 شخص حول العالم بحسب قوائم منظمة الصحة العالمية، وذلك بمعدل شخص كل 40 ثانية. والغريب في الأمر أن السويد وأمريكا واليابان في قائمة العشر الأول، وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية في العشر التي بعدها، وهذه دول تتمتع بمستوى من الرفاهية كبير، في حين لا تجد دولة عربية واحدة ضمن المئة دول الأولى في معدلات الانتحار. فعلى الرغم من الفقر والاستبداد والبطالة والظلم الاجتماعي، ما زال فينا بقية من الروح، وهذا هو الشيء الوحيد الذي نمتلكه ويفتقده العالم كله. نحن ورغم كل شيء نعرف من أين جئنا وإلى أين نذهب، وأن هذه الحياة ليست إلا مرحلة عمرية من عمرنا الحقيقي، ولولا هذا لانقرضنا منذ سنوات. يقول أحد الصالحين رحمه الله: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفي القلب حزن لا يذهبه إلا الرضا بالله عز وجل. ورغم كل هذه الصعاب، ما زلنا نرى بائعا متجولا إذا حان وقت الصلاة وضع بضاعته جانبا وانتصب على الرصيف مكبرا بطمأنينة من قلبه يتجه إلى من يملك الأرض كلها. وهناك أيضا ما زلنا نرى الشيخ المتهالك على عكازته في الطريق إلى الصلاة دون أن يتكلم، ولسان حاله يقول أنه ليس يوجد ألذ من السير إلى الله عز وجل. وفي الناحية الأخرى نرى أما تفقد ابنها الوحيد ولا تزيد على أن ترفع كفيها وتقول: الحمد لله، أنت أعطيت وأنت أخذت. وما زلنا نرى الشباب في الجامعات ينتهزون الوقت القصير ما بين المحاضرات ليهرعوا إلى المصليات أو إلى قاعات الفارغة ليقولوا: الله أكبر. نحن رغم الفقر الأكثر ثراء، ورغم الحرب الأكثر أمنا، ورغم البطالة الأكثر شغلا، نحن وبحق مدينون لهذا الإسلام العظيم الذي سد جوع أرواحنا حين جاعت، وعلمنا أن نصنع من أيسر المقومات حياة. فتأمل الآن في قوله تعالى: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. لا تنسى الإعجاب والمشاركة، تابعنا ليصلك كل جديد.